أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. كلامنا في شرط من شرائط انعقاد صلاة الجماعة، وهو شرط عدم التباعد بين موقف الإمام ومسجد المأموم المتصل به، أو بين موقف المأموم ومن يتصل به من المأمومين الآخرين، ألا يكون هناك تباعد بينهما. ومقدار هذا التباعد في القول الأول ألا يكون التباعد كثيرا عرفا أو عادة، كثيرا عادة بعض الأعلام عبر عنه بالبعد المفرط. هذا القول الأول اللي هو القول المعروف هو متبنى سماحة السيد السيستاني حفظه الله كما مذكور في منهاجه. والقول الثاني أن لا يكون البعد بما لا يتخطى، الذي لا يتخطى بمعنى ما يكون أزيد من خطوة. هذا رأي سماحة السيد الخوئي رحمه الله، والسيد السيستاني حفظه الله يقول به على نحو الاحتياط الوجوبي، بمعنى أن القول الأول هو ما لا يكون كثير عرفا، ونضيق الدائرة أكثر أن لا يتخطى عادة، لكن الكلام في هذا الذي لا يتخطى. الذي لا يتخطى مرة ننظر له على أنه خطوة خارجية فعلية، ومرة ما يمكن أن يكون خطوة. ففي تقريرات بحث السيد الخوئي رحمه الله يقول أنا أختار الخطوة الإمكانية، بمعنى ما يمكن أن يكون خطوة، وما يمكن أن يكون خطوة هو لا يتجاوز المتر تقريبا. وهناك قول ثالث أيضا ينطبق على هذه القضية، قضية المتر تقريبا، وهو أنه هذه الصورة أنه مقدار الإنسان وهو ساجد، أو جسد الإنسان وهو ساجد، هذه المسافة التي يأخذها في هذا الحيز أيضا لا تتجاوز المتر تقريبا. على هذا الأساس سيصبح عندنا كلام في تشخيص أنه ما هو حد الكثرة التي يعني تقدح في الانعقاد، ما هو هذا العنوان ألا يكون كثيرا عادة بحسابات الأرقام. ما هو بحسابات الأرقام؟ عندنا رقم الآن هذا قدر متيقن أنه لا يقدح، وهو المتر تقريبا، باعتبار أن سماحة السيد يفتي فيه أو يقول به على نحو الاحتياط الوجوبي. المتر هو كأنه المقدار الأقل الذي لا يقدح، وعليه لابد أن نحدد مقدار قطعي على أنه يقدح، وما بينهما المفروض أنه ما بينهما من يحمل على ما يقدح ما يقدح ومن يحمل على ما لا يقدح. الآن ما يتداول أن المسافة المذكورة أو التي يسمح بها وما فوقها لا يسمح به أنه أن يكون هناك هذا المتر وزيادة اللي هي 20 سنتيم. 120 سنتيم هي المساحة المسموح بها بين موقف الإمام ومسجد المأموم، أو بين المأموم والمأموم الآخر المتصل به، هذه هي المساحة المسموح بها. طبعا هذه على حسابات خاصة يراد أن يدقق بها، الآن ليس محلها الكلام. أنه إذا كان هذا الشرط هو المحقق، أو هذه المسافة هي المحققة لشرط الانعقاد أو لعدم القدح، فتطبيقا على واقعنا الحالي ما يتداول الآن على أن المساجد ستفتح، أو أن من يريد أن يصلي صلاة الجماعة إذا أجازت الجهات المختصة الصحية في توفر مثل هكذا يعني تجمعات، إذا سمحت بمثل هكذا تجمعات، هي تسمح بهذه التجمعات لكن بشروط. هذه الشروط أن يكون هناك تباعد بين فرد وآخر، أن يكون مترين بين كل فرد وآخر. فعليه إذا أردنا أن نصلي صلاة جماعة بهذه الضابطة التي ذكرناها، أن يكون التباعد 120 سنتيم بين كل طرف وآخر، المفروض أن هذه صلاة الجماعة مخالفة للتعليمات ومخالفة لقوانين اللجان الصحية، والتي يجب أن تحترم. وإذا صلينا التزاما بهذه التعليمات أنه يكون التباعد مترين فأكثر، فقطعا مثل هكذا ابتعاد يكون يعني يقدح في صدق الاجتماع، وعليه لا يبيح لنا أن نتصل بإمام بهذه الطريقة ونوكل قراءتنا إليه. هذا خلاصة الكلام الذي أردنا أن نتحدث فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.